الله عليك. طب قول لي بقى، قول للناس الطريقه ايه، نعمل ايه؟ يا سيدي، اولا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام علمنا ادعيه، وفي ايات قرانيه لفك السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سوره البقره: لا يستطيعها البطله. صحيح. البطله اللي هم السحره. انا لو علمت نفسي مسحور ودي لها علامات، مش اي حد يحلم بقطه يقول لك انا مسحور، اي حد يحلم بكلب يقول انا مسحور، لا، ليها علامات في الواقع قبل ان يكون في المنام نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت عليه علامات السحر، ولما ارسل علي بن ابي طالب بعدما جاءه جبريل وميكائيل وجلس احدهما عند راسه والاخر عند قدميه، فقال احدهما للاخر: ما بال الرجل؟ قال: مصبوب. ومصبوب يعني مسحور. كانت العرب تستخدم كلمه مصبوب من الطب استبشارا بالشفاء. قال: ومن صبه، اي ومن سحره؟ قال: لبيد بن الاعصم في بئر ذروان. فارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه واخرج السحر، وانزل الله عز وجل سورتي قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الفلق. فكان صلى الله عليه وسلم كلما قرا ايه انفك عقده. فاحنا عندنا الحل اهو، الحل اللي عمله سيدكم النبي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا لو علمت ان انا مسحور بجيب ميه كما ثبت عن الصحابه، ان بجيب ميه واقرا عليها الفاتحه واقرا عليها اول البقره وايه الكرسي والايه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الى اخر الايه، واقرا الايات السحر من سوره الاعراف وايات السحر من سوره طه، واقرا قل يا ايها الكافرون واقرا المعوذات الثلاث. تكفيني اللي انا بقوله ده، يكفي والله. بس يا استاذ، الاهم في ده كله اليقين. اليقين. نعم. يا دكتور صح، ما انت بتكلم اهو بقى. بقول لك اقراها بنيه خالصه وبيقين في الله سبحانه وتعالى انه سيشفيني. مش اروح لواحد نصاب يشتغلني ياخد فلوسي